وسهلا بحضورنا الكرام والجمهور، بحييكم جميعا. أعرفكم عن نفسي، أنا محمد الرب بطل الأردن بالمصارعة الحرة. يسرني التواجد معاكم الآن الليلة في صالة الأرينا. يسعد أوقاتكم، وبحب أحيي وأعطي التحية، أعطي التحية للعبنا القدير القديم يوسف الشبع. ولرضوان البنشر المعاقب اللي في لهم مباراة بعد أسبوعين تقريبا 17/5 راح تكون في المدينة الرياضية، راح تكون مباراة اعتزال. أتمنى لهم التوفيق. لكن أحب أحكي لكم أنا سبب تواجدي هون الآن. أتكلم عن اللاعب اللي لعب ضدي اللي هو محمد الجنرال، وكانت المباراة في حدائق الملك عبد الله، واللي صار على أثرها تكسر كتفه اليمين وصار خلع في كتفه الشمال، صابه تمزق أوتار ونزيف داخلي. لكن أنا قبل المباراة حكيت له كلمة وقلت له بدك تتحمل نتائج اللي راح تصير فيك. ومع ذلك أتمنى لك الشفاء العاجل يا محمد يا جنرال.
يعني مش بالعمل هاي مش بالمدة القليلة. اليوم بحاول يرجع الخليلي، بحاول انه يعيد نفسه بطل للأردن لثلاث سنوات متتالية. وهيب ايش جربة سوبلكس تبل جربة سوبلكس السوبلكس كان مزدوج وما اصعبها من حركة. يا سلام عليك يا سلام، انقذت الرك وهو بحاول او شكل هدل بيديجري. احنا قاعدين بنشوف حاليا تبل سوبلكس من تشريط ولا لا؟ تبل سوبلكس يس لا، محاولة كسرها تبل سوبلكس. انا اعتقد اخوي ابراهيم انه نزل يعني للرك عشان يحميه، ولكن اعتقد في اجنده قديمه بين الخليلي وبين الرك، وكل واحد بيحاول انه يستعرض مهاراته يستعرض قوته. ايش اللي شايفينه؟ انا مستغرب من البسه. او ماي جاد، بيبل سالتو، بيبل سالتو يتحضر لها الرك. محمد الروك ماذا عساه ان يفعل؟ بام بام بام، what the hell yeah doing here, holy shit holy shit. شيء رائع نشوفه من الروك، يقدم نفسه للخليلي بشكل كبير عشان يحضر رسالة شديدة اللهجة للخليلي. المصنع الحلبة لا تتسع إلا للبطل السابق وهو مهند ضد الروك. ماذا عسانا أن نرى؟ سوف نستمع إلى ماذا سوف يقوله البطل الفائت والعائد منذ ثلاث سنوات إلى حلبات الـ MWE وإلى حلبات المصارعة. يسوني تواجد اليوم هون بعد غياب ثلاث سنين على حلبات المصارعة. طبعاً قبل كل شيء بحيي أحلى جمهور متواصل اليوم معنا بصالة الأرينا. Yeah, yeah, that's what I talk about. That's the crazy. This is the legion. هذا هو محمد العائد، هذا هو مهند العائد أمام الروك. حمد الروك. تواجدنا هون اليوم مش عشان نساعدك من شباب الشيء، انا هون اليوم عشان سبب واحد بس. اشي انت سببته منا قبل ثلاث سنين، شيء من الاساس هو بخصك لقب بطل الاردن. عينه على اللقب. وأنا هون اليوم عشان أرجع لقب بطل الأردن للشخص اللي بنتمي له، للشخص اللي بيستاهله، عشان هيك أنا اليوم بتحداك مباراة مفتوحة واحد لواحد على لقب بطل الأردن. اقتصر عليك الحكي هذا كله يا دكتور. كلمه واحده بس جهتها الان قدام الجمهور بالنسبه شو اللي صار في الجنرال. قلت له بتتحمل النتائج اللي تصير فيك، وهذا الحكي مرتد عليك الان. بس على فكره
أنا مش محمد الجنرال. ياه ياه، إذن تحدي واضح شديد، اللهجة يطلقه البطل السابق للأردن للبطل الحالي محمد الروك. ماذا سوف يحدث في المباراة المفتوحة؟ ماذا عسانا أن نرى؟ أنا لا أعلم. ويقوم الآن بالاستعراض، وماذا عسانا أن نفعل أو نقول؟ هذه من إحدى المباريات القوية التي نتمنى من الجميع أن يحضرها. ونرحب مرة أخرى بالراعي الرسمي لهذه المواجهات محمد الساحر محمد إهدين، مشكورا، وكل من معه في الربعة الرئيسية. وسنوفونا الحضور الكرام، وجميعا يتابعوننا بشغف.